اخويا والدمي انا طالع الشارع ومؤمن الدمي ما تستمع دمي ما تستمع دمي ما انت سوداني ما انت سوداني وانا ذاتي سوداني ما انت سوداني وانا ذاتي سوداني يا الماشي للميدان يا الماشي للميدان جيب لي معك بومبات شرطا يكون مليان لا فاضي لا حزان بريحة الثورة الساعة ثورة ونص الساعة ثورة ونص سوداني وما هماني بنقول تسقط تاني تسقط 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 كلك تسقط تسقط الشعب يريد تغيير ثورتنا اسدكم مدنية اسدكم مدنية اسدكم على شعبنا المظلوم على عسكر الظالم سالب حقوق الناس بالضرب والرصاص لا راعى للأمات لا أمي لا أمك لا راعى للأمات لا أمي لا أمك يا ثورة في دمي راجيك طول عمري كل الشغار نادوك باسم الوطن سموك سموكي 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 سلمية في مطلع الشارع نطعم طيب جاي يا شعب يا رايق يا شعب يا رايق شهدانا ما ماتوا شهدانا ما ماتوا عايشين مع الزوار الموت من خاين الموت من خاين عارفين نجيب التار أستاذ كتب قصة أحمد كتب قصة نقراها للأجيال معروفة للزوار مهجوم رسم خارطة راويها بيتمه أثبت بأنه شريف كل الوطن همه نتلاقى في الثورة شايلين وممكننا مسلم على وزني الفاوي فوراوي الفاوي شلكاوي ثورتنا منتظمة يا سائر سنة أنا خطوتي ما معك دم الشهيد ما راح دم الشهيد ما راح ده شهيدنا صوته هنا في الجنة روحه هنا ده شهيدنا صوته هنا في الجنة روحه هنا ثورة 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 من جوا كده حقنا ما جا لسه من وين جا ما في حاجة جاتنا لسه ما في حاجة جات دارينا حاجة من جوا ولما الهتافاتنا تكون وحدي مع بعض كلنا هتاف واحد بتصلهم جوا هناك هم ذاتهم بيأمنوا وبيقتنوا لكن لما المناقشاتنا تكتر ويزول يكون عندهم مناوشة براهم ما في حاجة بتجي صح وانا غلطان يا جماعة والمناوشات كترت عشان كده علينا دارين هتافات بس لسه قدرنا البشير ولسه قدرنا اي شيء
زقدت ما زقدت صبينا التلو زقدت صبينا ايش بي مويا صبينا قزر بي مويا صبينا مويا ما مويا صبينا مويا ما مويا صبينا زقدت ما زقدت صبينا زقدت ما زقدت صبينا ايش بي مويا صبينا قزر بي مويا صبينا مويا ما مويا صبينا تعقم تجوع تعقم تجوع ادب الموضوع نزل احسن الكور باعوا المشروع يا حكومة غبية والله غبية ترفوروا نيالة قتلتوا عيالة ترفوروا نيالة كرهتوا عيالة شهداء يناير شهداء فبراير شهداء رمضان قانون الدولة دستور الدولة برلمان الدولة تلقتلوا ولدنا تلقتلوا ولدنا تلقتلوا طبيب تلقتلوا مهندس تلسرقوا عرقنا تلسرقوا عرقنا تلباعوا النيل تلباعوا النيل تلباعوا السكر قالوا نملى السكر تلباعوا السكر قالوا نملى السكر تعقم تجبا المام انتبا تعقم تجبا المام انتبا تعقم تجبا المام انتبا تعقم تلخصة اللز واللصة تعقم تلخصة اللز واللصة سقطت بالهومة في جبال النومة كل يوم مكسومة واموال منهومة سقطت يا غوم هنا في الخرطوم سقطت بالعلبة في خشم القربة سقطت بالعلبة في خشم القربة سقطت يا غوم هنا في الخرطوم حرية سلام وعدالة مدنية غير الشعب حرية سلام وعدالة مدنية غير الشعب زادت سيون ترباس زادت سيون ترباس ثورة يا حكومة العسكر ثورة يا حكومة العسكر ثورة عجونا بالرصاص ثورة عجونا بالرصاص ثورة وغصص الأرواح ثورة وغصص الأرواح ثورة يا مدمر الأوطان ثورة يا مدمر الأجيال ثورة يا مدمر الأجيال ثورة من مدرسة لروضة ثورة من قلوة لجامع ثورة من مدرسة لروضة ثورة من قلوة لجامع ثورة كل البلد مهضوم ثورة كل الحقوق مهضوم ثورة كل الحقوق مهضوم ثورة لا صحة لا تعليم ثورة لا صحة لا تعليم ثورة لا تنمية لا توظيف ثورة لا تنمية لا توظيف ثورة كل البلد محروق ثورة كل البلد محروق ثورة كل البلد نازف ثورة كل البلد نازف ثورة لكن سوار قلنا ثورة لكن سوار قلنا ثورة قلنا البلد محتاج ثورة قلنا البلد محتاج لثورة سلمية لثورة سلمية لثورة شعبية لثورة شعبية لثورة فكرية لثورة فكرية ضربونا كلاب العم ضربونا كلاب العم ضربونا كتائب الزل ضربونا كتائب الزل ضربونا كل الشرطة عشان يوقفوا الثورة لكن منو المقدر يوقف خطر ثورة لكن منو المقدر يوقف خطر ثورة انشد 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 كلمة ثورة انشد كلمة ثورة اخطف 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 وقول يا صاح اخطف وقول يا صاح انك تنادي الجد انك تنادي الجد تعمل لثورة عظيم تعمل لثورة عظيم ثورة شعب جيعان ثورة شعب جيعان ثورة شعب غلبان ثورة شعب تعبان حايج حياج السيل حايج حياج السيل يهتف عشان يلقى يهتف عشان يلقى بس حق طعام مهضوم بس حق طعام مهضوم لكن سوار قلنا قلنا البلد محتاج قلنا البلد محتاج لوحدة قومية لوحدة قومية لوحدة قومية
لوحدة سلمية ثورة لوحدة قومية ثورة لوحدة سلمية ثورة طبا على الكيزان طبا على الكوزات طبا على الكيزان طبا على الكوزات ثورة حرية سلام وعدالة مدنية غير الشعب شكرا جزيلا شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله في مساء السادس من رمضان على منبر مبادرة الباحثين السودانيين حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب اخوان احنا المنبر بتاعنا ده منبر قومي لكل الباحثين والاساتذه والاكاديميين وكل الناس الموجودين هنا ده على اساس انه خاطب قضايا الامر الراهن ونستشرف افاق المستقبل كل يوم بيكون عندنا برنامج هنا عباره عن مخاطبات من اساتذه الجامعات والباحثين وعندنا جلسات حواريه وعندنا ساعه بتاعت مخاطبه باللغه الانجليزيه للناس اللي بدهم يحسنوا اللغه الانجليزيه بتاعتهم وعندنا دوره بتاعت خطابه جماهيريه وعندنا الدورة بتاعت الإسعافات الأولية مع ناس العيادة الميدانية الموقع بتاعنا اللي هو جنوب تقاطع شارع البلدية مع شارع القيادة خلف المركز بتاع التدريب سودان إيرويز للناس اللي بتسأل في اللايفات الليلة أخوانا البرنامج بتاعنا بيبدأ مع الدكتور طارق صديق آدم حامد وحيقدم رسالة الدكتورة بتاعته من جامعة الخرطوم في الإدارة العامة العنوان بتاع أثر الثقافة على عملية صنع القرار الاستراتيجي في السياق السوداني استكشاف الثقافة الوطنية المجتمعية وعملية صنع القرار الاستراتيجي دكتور طارق ما حيتكلم فقط عن رسالة الدكتورة بتاعته وإنما حيتكلم برضو عن منهجية البحث ودي حاجة نحن دايرين الناس يا أخوان نتدرب عليها وتصحبها على أساس إنه الدولة المدنية بتاعتنا الدايرين دي محتاجة مدنيين ناس تفكيرهم مديني على اساس انه نستكمل يعني الحاجه الدايرينا احنا سقطت ما سقطت صابينا هنا ان شاء الله اتفضل دكتور طارق مشكورا السلام عليكم اولا اترحم على شهداء الثوره ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين في الحقيقه الشعار بتاع انه الوعي خيار الشعب او مدنية خيار الشعب بتمنى انه المواضيع اللي حتناولها الليلة انه كلامنا يبقى بعد ده الوعي قرار الشعب ومدنية قرار الشعب دي النقطة الاولى موضوعنا اللي حنتناوله الليلة انا ما داير اجيب الكلام بالصورة بتاعت الكلام بتاع الجامعات وكلام الدكاترة وحاول أبسطه بقدر الإمكان لأنه أي زول موجود معانا هنا يستوعب الكلام اللي أنا داير أوصله بالإضافة ل نستصحب الحاجات دي معانا في إنه قرارنا في ما يتعلق بحياتنا كسودانيين يكون شكله كيف في بعض النقاط المفترض ان احنا نستصحبها معانا قبل ما نخش في موضوعنا زي ما قال دكتور نور اول حاجة حنتكلم او حنتناول يعني قبل ما حنتطرق لموضوع البحث والمنهجية بتاعت البحث العلمي بصورة عامة من غير ما نقول انها يعني شغل الاكاديمي البحث موضوع البحث ده اي زول ممكن يكون باحث في أي قرار أنا عاوز أتخذه كفرد في مجتمع ما ممكن أكون باحث وعلى أساس البحث اللي أنا بقوم به أتخذ قرارات سواء كانت بتتعلق بحياتي أنا الشخصية أو حياة أسرتي أو أفراد أسرتي أو حياة الناس اللي أنا بشتغل معهم وبالتالي موضوع القرار ده بيقودنا لموضوع الثقافة ليه الثقافة نحن تناولناها حنتطرق له برضو ليه ما قلنا أي مثلا سياق آخر نتكلم فيه يعني مثلا مجتمعي أو اقتصادي أو ليه قلنا الثقافة برضو حنتناول لكن قبل ما نخش في المواضيع دي عندنا بعض النقاط بنحاول
نتطرق لها نستصحبها معانا في كلامنا أو في تناولنا لموضوع الثقافة والقرار الاستراتيجي. وليه القرار الاستراتيجي برضو أولا حاجة عندنا موضوع السلطة أو القوة بالمعنى البسيط بتاع ليه إنه زول بيتخذ قرار. أنا ما هتخذ قرار ما لم يكن عندي سلطة لأنه أنا أتخذ القرار ده. بالمعنى المجرد لعملية السلطة إنه أي زول هو حيحدد حاجة إنه داير يقوم يتخذ قرار على أساس ما لم يكن عندي سلطة بغض النظر عن السلطة دي جات من وين ما حقدر اتخذ القرار. فبالإضافة لأنه في المجتمع يعني ما المجتمع السوداني فقط المجتمع أي مجتمع تاني علاقات السلطة والقوة هي أساسية في أي مجتمع. يعني لازم يكون في قوة أو في فئة من المجتمع عندها سلطة. في نفس الوقت السلطة دي بتحصل تصل درجة من بتصل درجة من سيادة أو بتصل درجة من القوة بحيث انه في المجتمع ده حتنشأ قوة مضادة لها. دي حاجة طبيعية بتنشأ في اي مجتمع. يعني الصراعات اللي بتحصل او الحاصلة حاسة عندنا في موضوع في المواضيع اللي بتخص السودان بصورة عامة سواء كانت التفاوض فوقها سوري معلش وكانت السلطة حاسة نحن المرحلة الحالية اللي عندنا الناس بتتفاوض في إن السلطة تكون مدنية وإنها يكون شكلها كيف واللي بيمثل السلطة دي منو والمواضيع ما غايبة عليكم حاسة. فموضوع دائما بيكون إنه السلطة دي بتمارس كيف أوكي يعني الممارسة بتاعت السلطة. في نوعين من السلطة أو القوة اللي بيتم استخدامها في أي مجتمع ما أو أي كيان ما. يعني مثلا لو ملاحظين نحن في الفترة الفاتت دي كلها إنه ظاهر إنه كان القوة اللي بتستخدم أو السلطة اللي بتستخدم السلطة الجبرية سلطة إجبار الناس على إنها تمشي في مسار معين. وصلت لمرحلة انه حتى الصراعات وصلت لمرحلة بتاعت استخدام سلاح. اذا كان السلاح ده حتى لو كان مثلا بصورة شرعية او بصورة غير شرعية انه زول يحاول يجبر الناس على انها تمشي في مسار معين بغض النظر عن هو غرضه من استخدام القوة او التلميح بانه حيستخدم القوة الجبرية دي كيف. في النوع الثاني برضو من السلطة او القوة اوكي واللي هو نحن دي حسب بنحاول نسعى لاننا نوعي الناس او مفترض الناس تكون واعية به انه السلطة بتاعت تغيير الاذهان او فكرة ما في اذهان الناس وفكرتك الامر اليوم هم لانهم يتخذوا قرار فوقها. يعني حتى انه انا اجبر الناس بالقوة بغض النظر عن القوة اللي انا بستخدمها وحجم القوة اللي انا بستخدمها. ملاحظين برضو حجم القوة في الفترة اللي فاتت القوة الجبرية قوة حتى وسط قوة استخدام السلاح وغدت لشنو القوة الثانية المناهضة لها او السلطة الثانية وهي السلطة دي ما حتة انه مثلا لزول يكون مفوض. يعني فور اكزامبل الثورة الحاسب بتاعتنا نحن ما في زول فوض الشعب لانه يقوم الشعب من عنده هو فوض نفسه. فالاساس انه السلطة بتكون عند الشعب اي كيان تاني هو مفوض من قبل الشعب
او هو زي ما شايفين انه زول يتسلق وفوض نفسه، مش فوض الشعب على اساس، او فوض المجتمع على اساس انه يتخذ قرارات بتتعلق بمصير الشعب كله. دي النقطة. النقطة الثانية انه حنحاول ان احنا يعني نطرق لا اشكال القوة او السلطة اللي بتكون موجودة، وهي دائما بتكون سلطتين موجودات مع بعض في نفس المجتمع، لكن بنسب يعني بوجودها بيكون بنسب مختلفة. يعني ممكن تكون السلطة الجبرية هي الطاغية على السلطة بتاعت الإغناء مثلا، ممكن نسميها الجانب الثاني، سلطة الإغناء والسلطة الجبرية. في الفترة اللي فاتت ملاحظين انه السلطة الجبرية هي اللي كانت سائدة لحد، يعني اذا اخذناها كنسبة مئوية بنلقى انه ممكن نقول زي ما بقولوا في الانتخابات اللي كانت بتطلع نسبة 99.9 دي كانت انه اي قرار بيتم من خلال استخدام السلطة الجبرية. والسلطة بتاعت الاغناء انه انا اقنع الناس بالفكرة، اخذت الفكرة دي في اسهل الناس وهم يغرروا انه يمشوا في الاتجاه ده او الاتجاه الثاني. دي كانت غايبة، لكن الحمد لله حسا نسبة سلطة الإغناء أو القوة بتاعة الإغناء بقت هي الماشية، نسبة تزيد وتطغى على القوة أو السلطة الجبرية. فدي نقطة. النقطة الثانية إنه في السياق اللي نحن هنتكلم عنه حاليا، سياق الثقافة السودانية وتأثيرها على عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي، في سياقات بتاعت البناء الاجتماعي زي ما بيقولوا ناس علم الاجتماع، في تغيرات ما يعني ما تكون غايبة علينا أو ما غايبة علينا نحن كأفراد في المجتمع، بالرغم من أنه كانت السلطة السابقة بتحاول يعني نحن مثلا فرقزهم على سبيل المثال الفترة بتاعت التسعينات العالم كله كان ماشي في اتجاه ونحن ماشيين في اتجاه تاني مناقض للحاصل في العالم، وبنعاني من مشاكل كثيرة حتى حاليا كنا بنعاني وستيل حنعاني بسبب انه نحن مثلا بقينا برا النظام الاقتصادي العالمي، في باريرز كثيرة اتوضعت او في عوائق كثيرة اتوضعت علينا كمجتمع كسودانيين. اوكي يعني بنتكلم نحن على المجتمع السوداني ككل من غير تمييز. فور اكزامبل عندنا وسائل التكنولوجيا والاتصال ويستتبع عليها حاجات اقتصادية واجتماعية وحتى ثقافية نحن غايبة عننا. يعني العالم قطع شوط في شوط بعيد في العقدين اللي فاتوا، يعني فترة نهاية التسعينات وبداية الألفية الثالثة، كانت يعني استغلال نحن بنعاني منها. فور اكزامبل عندنا القرار بتاع اتخاذ تغيير الوقت، تقديم الوقت لساعة، بغض النظر عن انه هو كان الغرض منه شنو، لحد الان نحن مثلا بنواجه بمشكلة فرق الساعة. العالم كله معتبر انه تاني جو غيروه، رجعنا للتوقيت القديم. في الفترة بتاعت التسعينات وبداية التسعينات وصلت يعني مثلا في الانترنت، المنطقة الجغرافية او المنطقة بتاعت التوقيت الدولي بتاعتنا معروفة كانت بينها ساعتين من جرينتش، بقت 3 ساعات. تاني رجعنا لنظام الساعتين القديم. حاليا اذا دخلت اي موقع دار تعمل اي اجراء من خلال الانترنت حتلقى انه في كونفليكت. يعني مثلا لو ساعة اللابتوب بتاعك او الموبايل بتاعك ما مضبوطة بالتوقيت القديم اللي هو فرق 3 ساعات وانت ضابط، ما حتقدر تعمل اجراءات حتى لو كان دفع مثلا بتاع معاملة من خلال الانترنت. ده غير انه اصلا اللي احنا ممنعين، يعني مثلا في الفيسبوك مرات بيكون عندك اجراء مقابله مفترض تدفع قروش. في الفيسبوك في السودان you can't do this، ما عندنا طريقة نعمل. اوكي فدي تغيرات حصلت
يعني ده انا ذكرتها كمثال، لكن في تغيرات كثيرة حصلت ان احنا ما واكبناها ويستلح ان نواجه بمشاكل اننا نواكبها. اكاديميا بيقولوا انه الفترة بتاعت ما قبل التسعينات، ودي حنشوفها في فهمنا او فهم المتخذين القرار في السابقة في الفترة السابقة، كانوا بياخذوا القرار على اساس منهجية عفى الزمن عليها. يعني مثلا بالمعنى البسيط بتاع انه قبل فترة التسعينات الناس كانوا بتتكلم عن الحداثة، عن الحداثة او السياق بتاع الحداثة او المدخل الحداثي اللي هو البوست مودرنزم، ويستتبع الكلام ده كله مواضيع اقتصادية واجتماعية وتنموية بما اننا قطر نامي. بعد فترة التسعينات ظهر منهج تاني مختلف تماما عن المنهج بتاع الحداثة، ده هو منهج ما بعد الحداثة، بوست مودرنزم، وبالتالي برضو استتبعوا تغيرات على مستوى العالم. يعني احنا لحد ما داخلين فوق، لكن ما بالطريقة او بالكثافة اللي حصلت في العالم الاخر او في الدول التانية او في المجتمعات التانية، خليك من الدول. وبالتالي برضو عمليات الاجتماعية والاقتصادية، المفاهيم بتاعت الاقتصاد بتاعت التنمية اتغيرت نتيجة لأنه الناس بقت متبنية منهج تاني. بسياق المنهج الثقافي، المنهج بتاع المنهج بتاع المودرنزم أو منهج الحداثي، الفكرة بتاعت عملية اتخاذ القرار كانت قائمة على 5 خطوات، وبيفترضوا فوقها التسلسل، إنها خطوات متسلسلة. المفهوم ده كلنا حاسس تقريبا بنكون سمعنا به ومرنا به ودل واعين به إنه ده عملية اتخاذ القرار. لكن هل فعلا عملية اتخاذ القرار هي أول حاجة عملية متسلسلة؟ هل هي بتحتوي الخمس خطوات المذكورة في المفهوم؟ حنجي نشوف إنه لا، ده ما مفهوم صح. المفهوم الصح يتغير لعملية صنع القرار، وغايم على نقد المنهجية بتاعت المدرسة الحداثية بكل تبعاتها، وبناء عليها تم وضع رؤية جديدة لعملية اتخاذ القرار بصورة عامة والقرار الاستراتيجي بصورة خاصة حنتناولها حاليا. لكن قبل ما نخش لعملية نظر القرار الاستراتيجي، عندنا موضوع الثقافة. يعني ليه الثقافة؟ ليه قلنا الثقافة؟ مع انه الموضوع بتاع القرار الاستراتيجي زي ما الناس بتقول او اتخاذ القرار في اكاديميا او في الاكاديميات بيقولوا عليه انه ده موضوع اداري. طيب موضوع اداري، ليه الثقافة؟ حسب ما يعني ما هو بيقولوا الناس بصورة مبسطة كده، نحاول نبسط مفهوم الثقافة. الثقافة هي انه الطريقة اللي بيعيش بها الزول، الطريقة اللي بيتعامل بها الزول، الطريقة اللي بيتخذ بها القرار في انه من الصباح يقوم يشرب الشاي، ياكل شنو، الشاي ذاته حيكون شنو، يطلع من البيت لابس شنو، حياكل في فطور شنو، حيقضي يومه كيف. اوكي، اللي هو السلوكيات اللي بتنعكس. انا بقوم، انا بحمل مثلا مفهوم معين عن انه يومي ده انا حقضيه كيف. بتخش فيه عوامل كثيره، لكن العامل الاساسي انه القيم اللي انا بحملها في ذهني عن انه يومي حيكون شكله كده، في تعاملاتي، في سلوكياتي، في مختلف القرارات اللي انا بتخذها، الانشطه اللي بقوم بها. اذا قلنا دي يعني اذا حاولنا نبسط مفهوم الثقافه. كويس، على الاساس بتاع انه الثقافه هي المحور الاساسي بتاع حياه الفرد وسلوكياته، وبتعكس القيم اللي بيحملها كفرد
في سلوك بتعكس القيم اللي بيحملها اليوم، بتتمثل في سلوكياته. بموضوع الثقافة حنتناول في موضوع حاسة نحن المرحلة اللي نحن فوق زي ما بقولوا مرحلة انتقالية. أوكي، كسودانيين عندنا حوجة ماسة لأنه نقوم بتحليل الموضوع بتاع الثقافة ده وناخده كعوامل. يعني بنلقى إنه الثقافة دي في حاجات محددة بتحددها، هي بناخدها بمنظور استراتيجي أكتر من إنه منظور بتاع إداري أو عمل اتخاذ القرار الأساسية. نحن في مرحلة انتقالية دايرين نمشي لقدام في المراحل الجاية في مستقبلنا. فهمنا للثقافة بتاعتنا، ثقافتنا دي هي القيم اللي نحن بنحملها والسلوكيات اللي بنعكسها، السلوكيات اللي بتعكس القيم اللي نحن بنحملها. هل هي يعني مثلا مواكبة للتغيرات اللي حصلت إذا حصلت عندنا أو حاصلة حولنا؟ أوكي، ده بدينا بيقودنا لحاجة اسمها الثقافة الاستراتيجية، استراتيجيك كلتشر. الثقافة الاستراتيجية بفهم شنو؟ إنه أن إحنا سلوكياتنا والقيم اللي بنحملها وزن مثلا الفترة بتاعت 10 سنين القادمة أو أكثر منها، هل حتكون بنفس السلوكيات الحاسة حاليا أن إحنا بنسلكها وحيحصل فوق التغيير؟ وكيف ان احنا حنقدر نقيم او نقيس الثقافه بتاعتنا بناء على الوضع الحالي حسه حاليا والوضع في الماضي، وعلى اساس نحدد انه احنا نمشي كيف في المستقبل بقيمنا السلبيه اذا كانت سلبيه او ايجابيه. اوكي، واللي هي القيم دي بتنعكس في السلوكيات. يعني اي زول، اذا احنا قلنا اي زول فينا هنا ما بيتصرف ساي من عنده، اي سلوك بيسلكه نتيجه لقيمه معينه بيحاول هو يظهرها او بصوره الغايه ممكن تظهر في سلوكه زي ما بقوله. فموضوع الثقافه الاستراتيجيه نحن حنحاول نتناوله في سياق بتاع المهددات اللي بتواجه دوله ما، واللي هي نحن انا يعني كباحث في البحث اخذتها على اساس دراسه قامت بها وكاله تقليل مهددات الامن الامريكيه، ما بعيده يعني ما يس، وكاله بتاع تقليل مهددات الامن الامريكيه قامت بدراسه في موضوع الثقافه الاستراتيجيه في فترات قامت من يعني تقريبا الدراسة اتعملت في فترة التسعينات، اللي هو الحتة اللي كنا غايبين فوق وكنا ماشيين في اتجاه مخالف تاني كامل، مخالف بصورة كاملة لما الطريقة الماشية بها العالم. والموضوع ده مر بثلاثة مراحل. عندنا المرحلة الأولى كانت في فترة بتاعت الثمانينات، تقريبا معظم يعني في الناس اللي بتكون اتولدت في الفترة دي وفي ناس اتولدت بعد، لكن لاحظوا انه من فترة الثمانينات الناس بتتكلم عن الثقافة الاستراتيجية، يعني مش عن الاقتصاد ولا دولة، لا الثقافة اللي هو سلوكيات الناس، القيم اللي بتحملها، بتعكس سلوكياتها وعلى اساسها بتتخذ قرارات. من الثمانينات الناس دي حاولت تحدد موضوع الثقافة الاستراتيجية. كويس، المرحلة الأولى دي اللي هي بدأت في بداية الثمانينات كانت بتركز بصورة رئيسية على توضيح، والنقطة دي مهمة، إنه التفكير في الأمور الاستراتيجية. أوكي، سواء كانت تفكير يعني الموضوع الاستراتيجي ده ممكن يكون حاجة اقتصادية، حاجة أمنية، حاجة عسكرية، حاجة مجتمعية، في النهاية في المدى الطويل. أوكي، يعني حاجة استراتيجية ده أنا بتكلم على أساس إنه الحاجة دي في المدى الطويل حتكون شنو. فده كله على أساس الثقافة. أي زول بيتخذ قرار في واحد من المواضيع دي على أساس القيم اللي هو بيحملها. عندك نقطة؟
الله يدخلكم الجنة. اللهم آمين. جمعا عادي عادي نواصل. اوكي انه التفكير في الامور الاستراتيجية بيتم بطرق مختلفة. يعني الفترة دي اللي من الناس عملت موضوع بحثي للحاجة دي وتوصلوا لانه الامور الاستراتيجية بيتم فوقها بالتفكير بصورة مختلفة. يعني مثلا زول اقتصادي يعني مثلا زي ناس وزارة المالية او البنك المركزي رؤيتهم للموضوع بتختلف تماما عن رؤية مثلا ناس وزارة الصحة او وزارة الثقافة، لانهم بيفكروا بمنتاليتي او بذهنية بتاعت اقتصادية بحتة. اوكي، في حين انه الناس التانيين مثلا ناس الصحة بيفكروا في الموضوع نفس الموضوع بيفكروا فيهم من ناحية صحية بحتة. اوكي، كذلك مثلا اذا كان الموضوع امني عسكري سياسي او مثلا السياسة الخارجية بتاعت الدولة، اي زول بينظر للحاجة دي من وجهة نظره فيلا بيحصل اختلاف. وده كان ظاهر مثلا لو يعني ناس متابعة في السياسة الامريكية في فترة الثمانينات كان في تناقضات كثيرة نتيجة لانه مثلا الناس في مجال معين هم بيحسبوها برؤية وفي تاني جهة تانية بتحسبها برؤية تانية، بيحصل تضارب في القرارات الاستراتيجية بصورة عامة. وبرضو الكلام ده ما كان غايب عليكم نتيجة يعني في الفترة اللي فاتت عندنا في السودان هنا كان في قرارات بتتخذ وكانوا مرات بيقولوا مع انه عندنا مجلس قومي للتحليل للتخطيط الاستراتيجي، لكن بتجي تلقى انه ناس وزارة المالية مثلا بيتكلموا عن الموضوع بطريقة متناقضة تماما عن مثلا في موضوع الاتصالات. الهيئة القومية للاتصالات او وزارة المختصة بالاتصالات كان بتطلع يعني قرارات متناقضة تماما عن القرارات اللي بتتخذها وزارة المالية او مثلا الجهات الامنية او الجهات العسكرية. دي الفترة الاولى. الفترة الثانية اللي هو يعني دي كانت فترة بداية الثمانينات لحد منتصفها. الفترة الثانية بدت من منتصف الثمانينات لحد نهاية او لحد نهايتها مثلا او بداية التسعينات. الفترة دي تميزت وبحاجة يعني نقول كيف يعني يمكن دي المشاكل اللي كنا بنعاني منها بغض النظر عن التوجهات الايديولوجية والسياسية وكانت حاصلة. انا بتكلم عن من ناحية انه الناس اللي كان في يدهم صنع القرار. اوكي، اتميزت او اكتشفت انه في اختلافات كبيرة بين ما يعتقد الغادة اللي هو كانوا بيصنعوا القرار انهم فعلا بيتكلموا عنه ونواياهم الفعلية من عملية اتخاذ القرار. يعني زول بيجي بيقول لك ايه نحن من اجل تحسين الوضع وتحسين الاقتصاد و لكن هو غرضه الاساسي ممكن تكون غايب عنه كمان، يعني مش انه بسونية من عنده نتيجة لفهمه في يعني المحدود. وده واحدة من المشاكل بتاعت عملية الاتخاذ القرار حنجي نشوفه، انه مهما تكون انت كفرد ما حتقدر تنفرد بعملية صنع القرار، وإلا حتى لو انفردت حتدي قرار ماشي في اتجاه معين لأنك ما استصحبت كل الرؤى الثانية اللي انت مفترض تستصحبها معك. ودائما يلا الحاجة دي كانت بتقود لتوجه زي ما نقول عليه هو الاستراتيجيك ديسكورس، يعني التوجه الاستراتيجي بتاع دولة او بتاع مجتمع بيكون ماشي فيه طالما في زول انفرد بحسب رؤيته وحسب فهمه وايديولوجياته ومعتقداته وقيمه اللي بيحملها انفرد. فملاحظين انه نحن مثلا في الفترة اللي فاتت كان التوجه الاستراتيجي بتاعنا ماشي في اتجاه كمجتمع وكدولة. ليه؟ هل الكلام ده كان بيستصحب الناس دي كلها؟ الزول اللي اتخذ القرار ده استصحب رؤى الناس كلها ولا انفرد به؟ فنتيجة للكلام ده نحن دخلنا في مشاكل
يعني بقينا من الدول الراعية للإرهاب مثلا كمجتمع يعني بقت إنه يعني المشكلة بقت عندها مشكلة يعني ما استدعت بس الدولة. أنت كفرد سوداني حاسة بالنسبة لدول معينة أنت واحد جاي من الدول الراعية للإرهاب بغض النظر عن أنت القيمة اللي بتعملها، في حين إنه ما ننكر إنه الحاجة دي نبعت من المنطقة الجغرافية اللي اسمها السودان والمجتمع السوداني وناس من المجتمع السوداني. برضو نحن برا النظام المالي العالم، يعني أنا أي إجراء مالي مع أي دولة حاسة إذا كنت عندي حوجة يعني مثلا داير أدعالك داير أمشي أقرأ إنه التحويلات البنكية خلال النظام المالي العالمي في بالنسبة للسودان ما في طريق إلا بالطرق الثانية، أو حتى خليك من إنه الحاجات البسيطة علاج والتعليم. حتى إنه أنا مثلا زول بتاع بيزنس عندي علاقات بتاع البيزنس مع الهند مع أي دولة في العالم، فأي دولة تانية أنا ممكن معاملات المالية تتم بصورة مبسطة خالص وفي في وقت ما يعني بيكلف زي ما بيكلف حسا في السودان. جات الفترة الفترة الثالثة اللي هي يعني بدت أو أخذت فترة التسعينات بتاعت العالم، التسعينات من القرن الماضي اللي هي الفترة اللي نحن كنا كمجتمع مغيبين تماما، ولو يعني ما أعرف أنا في لكن في ناس بتكون يعني المعاناة اللي كنا بنعانيها في التسعينات، يعني نحن الوقت ده كنا طلبة يعني في الثانوي وعلى مرحلة الجامعة، فعانينا ما عانينا بس انك تقرا وانك تخش الجامعه وانك تتخرج، فكانت في معاناه على مستوى المجتمع نتيجه لتوجه الدوله في اتجاه اخر مناقض تماما للتوجهات او التوجه اللي كان متوجه العالم انذاك، بغض النظر عن انه ذات التوجه ده كان يمين ولا يسار. حتى يعني حتى مثلا في فتره التسعينات عارفين النظام مثلا الاشتراكي سواء كان في روسيا ولا في الصين حصلت فيه تغيرات واستجابوا لها بالرغم من انهم كانوا مناقضين تماما للنظام الراسمالي. رايت ناو حتى الانظمه اليساريه بما فيها الصين وروسيا اذا اوكي او الانظمه اليمينيه يعني مثلا دول الخليج اللي هو دول اسلاميه زي ما بيقولوا وغير الدول الخليج حتى الدول ما متابعه للعرب، يعني عندك في الهند اللي هو بيمثل المسلمين بيمثلوا فيه يعني حجم مقدر من المجتمع، او الدول الاسلاميه بصوره بحته اندونيسيا ماليزيا في دول ثانيه مثلا سلطنه برونوي يعني ما بيعانوا مثلا من المشاكل الاقتصادية المشاكل الصحية المشاكل الاجتماعية اللي بنعاني منها نحن هنا في السودان. ما بقول انه المجتمعات ديك ما فوقها مشاكل، لكن نحن المشاكل اللي بنعاني فوقها عندنا هنا ما نتيجة ل يعني حاجة نابعة من مجتمعنا، نتيجة لانه كان في ناس انفردت بسلطة اتخاذ القرار وزي ما بقول خلونا قاعدين في السهل. الفترة المرحلة الثالثة من عملية الثقافة الاستراتيجية بصورة عامة اتميزت بأنه بدوا يعني يتكون جسم معرفي عن حاجة اسمها الثقافة الاستراتيجية ويخططوا لها ويتخذوا قرارات بشأنها وعلى أساس أنه في المستقبل يكون الوضع أفضل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أوكي يعني عن الولايات المتحدة الأمريكية قوة سياسية وقوة اقتصادية وقوة عسكرية وقوة دولية على مستوى العالم، وهمهم همهم في أنه الثقافة القيم والممارسات اللي بتمارس بصورة يومية عند الناس بتاعينهم في المجتمع، وما ما 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 يعني مثلا الفترة اللي احنا كنا منغلقين فوق هم كانوا منفتحين على العالم، يعني ده ما بيعني انه مثلا احنا كان حتى في كلام بيقولوا عن التشريع التأصيل والكلام اللي كان بيتقال
والمشروع الحضاري والتأصيل والكلام ده كان بيقودنا لحتات منغلقة. يعني كنا بنقلق ان احنا بنقلق بنقفل على نفسنا ابواب او بتتقفل علينا ابواب مش بنقفل على نفسنا ابواب. في حين انه دولة زي الولايات المتحدة كانت بتشوف يعني بيحاولوا يقيسوا العوامل الثقافية بتاعتهم ويشوفوا تأثيرها في القيم اللي هم بيحملوها كمجتمع ويشوفوا تأثيرها في عمليات القرارات اللي بيتخذوها سواء كانت في الأمور الداخلية أو الأمور الخارجية لأنهم بيشوفوا نفسهم هم بالرغم من سيطرتهم على العالم من مناحي مختلفة لكنهم ما قاعدين براهم معزولين. في حين أنه أن إحنا كنا في الوقت ده كأنه أن إحنا ما في دولة يعني ما في مجتمعات تانية معانا نحن المجتمع الوحيد وأمريكا روسيا غدنا عذابها والكلام ده أوكي. فده ما أنا الكلام ده ما بقوله من ناحية سياسية بقوله من ناحية أكاديمية من ناحية يعني دي غادت لحتات إنه مثلا اجتماعيا اقتصاديا ماليا في مشاكل أن إحنا بنعاني منها كأفراد بغض النظر في المجتمع السوداني بغض النظر عن يعني توجهاتنا السياسية شنو أو انتماءاتنا السياسية شنو. وشايفين الصراعات المدايرة في كل مناطق السودان شرقه وشماله وغربه دي نتيجة لأنه نحن كنا ماشيين في اتجاهات خاطئة خالص. يعني بدل الناس بدت كانت بتمشي لأنها تتوحد وتتكلم على نحن السودانيين بقت في صراعات أنه الشرق داير الغرب داير منطقة في جنوب دايرة حتى الشمال حتى الوسط. يعني القصة ما صراعات مثلا بس الصراعات المسلحة والمشاكل الأمنية والكلام ده في المشاكل المجتمعية. يعني مثلا بنعاني من مشاكل معروفة في منطقة الشمال ما الناس ما بيطرقوا لها بدوا يتكلموا عنها هم براهم من عندهم عندنا انتشار بتاع أمراض السرطان وا 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 أوكي. عندك في الشرق عندنا مشاكل صحية نتيجة لممارسات اجتماعية وثقافية خاطئة. يعني مشكلة انتشار مرض السل في الشرق لو عندكم معرفة بالكلام ده ما نتيجة لأنه نحن دايرين نكون كده أو ما نتيجة لأنه نحن دي رؤيتنا وأنه الحاجة دي فينا وخلاص. لا الأمراض دي بتتعالج المشاكل دي بتتعالج أوكي بما فيها المشاكل الأمنية والعسكرية والمهددات والمخاطر الأمنية اللي بيتكلموا عنها حسا على أساس إنها هي بتشكل مهدد وبيحاولوا إنه ينفردوا بسلطة لاتخاذ القرار في شأنه. دي ما مشكلة عسكرية فقط ولا مشكلة أمنية فقط دي مشكلة مجتمع ما ممكن تتعالج مثلا بحلول عسكرية أو بتأذول عنده يعني انفرد بسلطة اتخاذ القرار فيها. وإلا حنعيد المشاكل تاني إذا الموضوع ده استمر بالشكل ده المشاكل اللي كنا بنعاني منها واستيل بنعاني منها وبنعاني من تبعاتها حدينا تاني حتى لو بعد 100 سنة. فعملية الثقافة الاستراتيجية دي لابد إنه الناس تتناولها. وعشان نغطي الجاب ده اوكي انا هتطرق لموضوع بتاع عصر الحالي اللي نحن فيه اللي هو عصر المعلومات. عصر المعلومات يعني ده على مستوى العالم يعني احنا في حتات غايبة علينا كتير في الحتة دي عندها تبعات مالية واقتصادية وسياسية وامنية ومجتمعية وحتى على مستوى الفرد. مثلا في يعني مفهوم جديد على بيتكلم عن انه العلاقات في المجتمع او العلاقات بين الناس في المجتمع في عصر المعلومات اختلفت ما بقت زي مثلا في العصر القديم بتاع زي ما بيقولوا عصر الثورة الصناعية او الفترة اللي كانت انه الناس يعني التقدم بتاع الدولة او المجتمع بيتم بقياسه من خلال ما يصنعه من منتجات. حاليا لا على مستوى العالم الفكرة بتاعت التصنيع وانك تصنع بقت ما جايبة حقها نتيجة لتغيرات اللي هو دخول مثلا دخولنا في عصر المعلومات انتشار الشبكة بتاعت الانترنت والتطبيقات بتاعت التواصل الاجتماعي
التطبيقات بتاعت المعاملات اللي بتتم بصورة إلكترونية دي كلها حاسة نحنا عندنا مشاكل كبيرة فوقها. أي في بدينا فوقها ونخش وكده لكن ما بين نفس المستوى. وحاليا حتى التطبيق اللي بيتم براكم شايفين المشاكل اللي بتحصل فيه. شبكة بتاعت مثلا مؤسسة طشة حتى مؤسسات الحكومة يعني بتمشي مثلا مرات وزارة الداخلية عشان تطلع لك بطاقة بيجي يقول لك الشبكة طاشة. يعني حتى العملية بتاعت انك انت تعتمد التكنولوجيا دي القرار اللي اتخذ فوقها كان بصورة اعتباطية. انا متأكد انه ما تبع او بيكون بالطريقة بتاعت انه في مشكلة الطريقة بتاعت التفكير في عملية اتخاذ القرار بالمفهوم القديم. ما تمت مثلا استشارة ناس خبراء في المجال وما تم استشارة الناس اللي بتأثر بالعملية دي في يعني عمليتين وانا احول التعامل لنظام الكتروني في معاملات وزارة الداخلية. في ناس اتأثرت بالقرار ده. فور اكزامبل عندنا ناس يعني لحد الان عندنا معدل بتاع 100 عالي. اوكي. فكيف انا اطلب من زول انه اجي اقول له يعني تتم المعاملات بصورة الكترونية. عندك مثلا نظام دفع الرسوم الحكومية في جمارك. انا زول عندي بهايم دار اصدرها. وعارفين ان احنا الناس مثلا معظم القوى العاملة. ما بقول حتى بيعرف يقدر. لكن حتى انه يتعامل بالتكنولوجيا وانه يحاول يدفع يعني قروش بصورة الكترونية دي كانت صعبة على الناس. ودخلت انه مثلا في زول بيحاول يخش في النص وياخد جزء مغدر من يعني مفترض كان التعامل يكون دايركتلي بين الزول والمؤسس. في زول حيجي عشان يملا له الفورما عشان يعمل له القصه دي في الانترنت حياخد عليها قروش. بدل حلينا المشكله دخلنا مشاكل ثانيه. وده كله حنيجي نشوف انه عمليه صنع القرار بفهمها القديم كانت ماشيه كيف. كويس. العصر الحالي اللي نحن فيه اوكي بيقوم على مفهوم اول حاجه انه زي ما بيقولوا التغير. يعني احنا بقينا في عالم دائم التغير. العقليه او الذهنيه بتاعت انه احنا خلاص اتخذنا قرار والعشر سنين الجايه دي حنكون في الحته دي نكون شغالين كده. لا ممكن بعد 5 سنين 2 3 سنين يحصل تغيير يجبر عليك انك الاتجاه اللي كنت ماشي فيه بهاي الوقت ده كان صح. بديت السنه الاولى السنه الثانيه يحصل تغيير غصبا عنك على اذا كان مثلا من عندك في المجتمع بتاعك او من جهه خارجيه يعني في المجتمعات اللي حول. اوكي حنعمل شنو؟ لازم يكون في يعني ضمن القرار اللي نحن بنتخذه في سعة لانه لو حصل تغيير ان احنا نكون عندنا القدرة على انه نغير المسار او الخيار اللي احنا مشينا فيه بناء على التغيير اللي حصل في المرحلة دي. تاني يلا الحتة دي مهمة برضو انه المرحلة اللي احنا فيها اللي هو مرحلة عصر المعلومات هي في مرحلة انتقالية نحن بالذات ان احنا في السودان للقاب اللي حصل لنا في العشرين او الثلاثين سنة الفاتت. اوكي ان احنا في مرحلة بتاعت انتقال من تكنولوجيا زي ما قلنا بتعتمد على الحصول على مثلا مدخلات الطاقة او مدخلات الانتاج زي ما بقولوا ناس الاقتصاد الرخيصة لمرحلة تانية انه بقت الاقتصاد او رفاهية المجتمع او تقدم المجتمع بغاس على اساس امتلاكه للمعلومة عن مدخلات الانتاج دي. يعني القصة مش انه انا عندي مدخلات انتاج متوفرة زي ما بقولوا حسا ان احنا عندنا موارد اقتصادية كبيرة موارد طبيعية سواء في باطن الارض او خارجها. لكن مشكلتنا وين؟ انه المعلومات عندنا ما متوفرة لدينا. يعني ما لم يكون يعني احنا عندنا معلومة عن الموارد بتاعتنا دي ما حيكون كلام نظري صحيح. لا بد انه يكون وده العصر الحالي قائم على الاساس ده.
يعني مثلا دول الاتحاد الاوروبي دي كلها موضوع انه عمليه الحصول على موارد، يعني زي فتره الاستعمار والفتره بتاعت انهم كانوا بيحتلوا الدول الافريقيه والدول الاسيويه على اساس انه ياخذوا الموارد بتاعتها ويصنعوها وكلام بالشكل ده. ده غير المشاكل اللي دخلتهم فوقها، بقت ما عندها جدوى اقتصاديه زي ما بيقولوا عندهم. المهم انه انا امتلك المعلومه وبناء عليها اتخذ قرارات. اول حاجه بناء على معلومات معينه، يعني الحتة دي انا امتلك، ما عندي موارد طبيعيه، عندي بترول، عندي غابات، عندي اراضي زراعيه لكن ما عارف المعلومه، ما عندي معلومه عنها. هاي قدامي ظاهره، لكن الارض دي بيتم استصلاحها كيف؟ البترول، النفط اللي عندي، الموارد الغابيه والموارد الطبيعيه النباتيه اللي عندي بيتم عندي معلومات عنها. يعني لنا سنين مما قمنا نحن نشوفها في المدارس في مراحل التعليم المختلف ان السودان يصخر بموارد طبيعيه وكده وثروات و لكن دي بس، لكن الثروات دي هي طبيعتها شنو؟ خصائصها شنو؟ ما عندنا معلومات عنها. مثلا الثروه الحيوانيه اللي نحن بنمتلكها، اوكي عندنا ثروه حيوانيه مهوله، لكن هل عندنا معلومات ان مثلا الفرق بينه وبين الثروات الحيوانيه في الدول الاخرى؟ ما عندنا. كويس، يعني مثلا بعد حتى تصنيع الطريقه اللي بنصنع، نحن لسه يعني في دول بقت حتت انه وانا اشيل لهم لحمه مقطعه ما معبيه بطريقه معينه، يعني مثلا عندي حيكون نحن من حسا نكون عارفين الحته دي انه نحن حنواجه، يعني حتى لو زال الحظر الاقتصادي علينا وبقت عندنا معاملات مع امريكا ولا مع دول الاتحاد الاوروبي، في متطلبات معينه بيطلبوها منك انك المواد اللي انت بتصدرها لهم دي بتكون مصنعه بطريقه معينه بجوده معينه. اوكي، لازم نكون في ناخذ في اعتبارنا المعلومات عن يلا نحن مثلا جوده لحومنا شنو، اوكي الخضروات والفواكه البننتيه جودتها شنو، وطريقه الطريقه الصحيحه لانه نصنعها ونصدرها للدول دي حتكون كيف. فاذا بقت ما عندنا معلومه عنها حنكون ما عملنا حاجه. يعني موضوع السقوط اللي بنتكلم عنه ده ما حيكون عنده اي يعني في النهايه حنكون بذلنا مجهود في الفاضي. لابد انه نمتلك معلومه، ومعلومه صحيحه ما معلومه سيئه، مش الكلام النظري كنا بنسمعه. كويس، بالنسبة لعملية اتخاذ القرار، كلنا عارفين أو سمعنا إنه عملية اتخاذ القرار هي عبارة عن 5 خطوات أو 4 خطوات. إنه يكون عندي مشكلة بحددها، بقوم بشوف الخيارات المتاحة لي شنو، حدد إنه عندي أنا ممكن أحل المشكلة دي بواحد اثنين ثلاثة، دي الخطوة الثانية بعدها. عندي مشكلة حددتها، اوكي المشكلة دي هحلها كيف؟ عندك خيار الاول، الخيار الثاني، الخيار الثالث. بعدها المرحلة الثالثة انه حقوم افاضل بين الخيارات اللي عندي دي واشوف افضل خيار ممكن انا اطبقه. المرحلة الرابعة انه انفذ القرار. ده المفهوم السائد يعني، وما كلنا ما غايب عليه. لكن في الفترة بتاعت من 2000 وستيل في دراسات قائمة، يعني مثلا في دراسات قامت بدأت في موضوع عملية اتخاذ القرار ده من الثمانينات، من فترة الثقافة الاستراتيجية اللي قبل كنا نتكلم عنها ومستمرة إلى الآن. توصلوا لأنه عملية التسلسل اللي بيقولوا حسا قلناه ده إنه 4 خطوات، عندي مشكلة، عندي خيارات بتتحل 1 2 3، المرحلة اللي بعدها آخذ قرار، افاضل بين الخيارات اللي متاحه لي واختار البديل او الخيار الافضل وانفذه. ده غاد لمشاكل او بيقود لمشاكل منهجيا،
انه هل فعلا العمليه بتاعت يعني على ارض الواقع هل العمليه بتاعت اتخاذ القرار بتتم بالتسلسل الجناوي ده؟ نو no, ما بتتم. يعني مرات بتلقى انك حتى لو قمت يعني مثلا عمليه تقييم الخيارات اثناء ما انت بتقيم حددت مشكلتك اخترت خياراتك او يعني حددت خياراتك عشان تختار البديل ده في الوقت ده ممكن يحصل تغيير صح؟ فيلا نظري الطريقه اللي بننظر لها عمليه اتخاذ القرار بالتسلسل الجناوي ده يعني منهجيا ما صح. ما صح نقوله ليه؟ النشاطات اللي بتتم حسا حاليا ذكرناها دي انه عندي خيارات وبقوم بقيم زي قبل انا قلت انه مثلا كان في اختلاف في الصحافة الاستراتيجية المرحلة الثانية انه الناس كانت بتقول انها عملت كده يعني كان في اختلاف بتلقى انه في اختلاف بين ما يعتقد صانع القرار انه هو اتخذ القرار على اساسه وبين الفكرة او بين الغرض الاساسي من اتخاذه للقرار يعني ممكن اطلع الحاجة بصورة المثالية وكون انا عندي اجندة خفية دائرة انفذها من خلال القرار ده. فموضوع التسلسل الزمني لخطوات اتخاذ القرار وبما فيها القرار الاستراتيجي خاطئة. حنجي نتكلم عن العملية دي بفهم يعني اعمق لكن قبالة زي ما طلب قبل دكتور انور انه نتكلم عن المنهجيه الاساس انه نوضح العوامل الثقافيه اللي حددناها في الدراسه والعوامل بتاعت عمليه اتخاذ القرار الاستراتيجي وبعدك تاثير عليها المنهجيه بصوره عامه يعني شنو منهجيه اوكي المنهجيه انا يعني ما اي دراسه بقوم باخذها اعتباطا اوكي يعني في على حسب طبيعه المشكله اللي انا بواجهها يعني مثلا كباحث عندي مشكله في اطار معين بضطر انه انا اقوم احدد اجراءات معينه يعني مثلا اذا في زي دراستنا دي قبل يعني ممكن عندك قلنا استكشاف ليه ما قلنا استقراء ليه ما قلنا توضيح عمليه الاستكشاف قلنا استكشاف الثقافه الوطنيه او المجتمعيه وعمليه صنع القرار الاستراتيجي نتيجه لطبيعه المشكله بتاعتي اللي انا حددتها كمشكله الدراسه زي ما بقولوا في المنهج في منهج البحث بحدد طريقة بتاعة بحث علمي أو طريقة منهجية معينة من ضمنها مثلا المنهجية الاستكشافية في تاني منهجيات أخرى على حسب طبيعة الدراسة يعني مثلا في المجالات التطبيقية في الهندسة في الصحة في العلوم بصورة عامة عندهم منهجيات معينة بيستخدموها لوصول لنتائج أو لحل مشكلة ما أوكي. كذلك في الاقتصاد عندنا مثلا ممكن بصورة عامة المنهجية بتكون يا استكشافية اللي هي اكسبلوتوري او استضاحية اللي هي اكسبلانوتوري او استقرائية او ممكن حاجة اسمها كاستقراء او استنباط اللي هو اندكشن ديدكشن يعني مثلا الاستقراء انه يكون عندي مشكلة على مستوى المجتمع ككل اوكي داير يعني هنا حقوم اخذ استقراء يعني حاعمل اتبع المنهجيه الاستقرائيه انه حستقرا كل المكونات بتاعت المجتمع على اساس انه احدد المشكله وده بيستتبع اجراءات معينه انا بتبعها في اجراءات دراسه الاستنباط بيكون عندي مشكله في مجتمع يعني في جزء من المجتمع او مكون من مكونات المجتمع اللي هو انا ببدا من حاجه صغيره مثلا مكون من المجتمع مكون من مكونات المجتمع وعلى اساسه
داير اشوف هل المشكله دي بتنطبق على يعني موجوده في كل المكونات الثانيه من المجتمع. حادرس اول على في اطار صغير واحدد المشاكل او احدد الحلول او احدد الاستنتاجات اللي انا وصلت لها منها. بعدك اشوف وبطريقه منهجيه معينه برضو هل الكلام ده بينطبق على كل المجتمع ولا لا، على اساس انه انا عممها. يعني في الاستنباط انا ببدا من الحاجه الصغيره وبنطلق للحاجه الكبيره، العكس في الاستغراء ببدا من الحاجه العامه الكبيره وبعدك اجي اشوف انها مثلا بتنطبق على حاجه معينة. بالاضافه ل الاستكشاف، الاستكشاف ده انا مثلا دراسه استكشافيه، يعني شنو؟ انه يكون عندي موضوع مشكله انا حاسبها لكن ما عندي خلفيه عن المشكله وطبيعتها وكده، فحقوم اعمل دراسه استكشافيه استكشف الموضوع اولا وبعد ذلك على اساسه اصل للحلول اللي مثلا شايفها اذا كانت مشكله، او اضع توصيات، او مثلا يعني طبعا عمليه انه نقول مشكله ما ممكن، ما بالضروره يكون في مشكله، ممكن يكون في يعني في وضع معين، يعني ما بالضروره يكون عندي مشكله، انا داير احسن من يعني ما يعني لما اقول مشكله دي في الامور البحثيه دي ما معناه فعلا في مشكله، يكون اوريدي انا وصلت مرحله متقدمه من حاجه، داير اشوف طريقه احسن امشي افضل من كده. اوكي؟ اما الاستضاحيه دي فحكون مثلا عندي موضوع غامض بالنسبه لي، انا ما قادر احدد يعني المشاكل او المتغيرات اللي بتاثر في فحقوم اتبع طريقه اجرائيه معينه في من اجل استيضاح الامر او الموضوع اللي انا بصدد دراسته. دي بصوره مبسطه وان شاء الله اكون قدرت اوصل الفهم عمليه المنهجيه، يعني شنو انا قاصد بالمنهجيه. كويس. في موضوعنا بتاع القرار الاستراتيجي، المنهجيه اللي احنا اتبعناها وهم دائما طبعا الحته دي الناس بتكون مسار جدل كبير ومنها يعني بتواجه الباحث بصوره يعني اي زول باحث ممكن يتوصل لنتيجه، لكن ما لم يكون اتبع منهجيه متوافقه مع الموضوع اللي هو بيدرسه او المشكله اللي هو بصدد دراسته حيكون بذل جهد في ما في محله يعني. اوكي. فبالتالي موضوع المنهجيه اللي بتتبعها الزول مهمه، انه لازم انت كباحث تحدد منهجيتك اللي انت استخدمتها في دراستك. أو اتبعناها في الموضوع بتاع الثقافة وعملية صنع القرار الاستراتيجي في السياق السوداني، أنا برضو هحاول أبسطها، يعني إذا كنا نتكلم عنها هتاخد وقت طويل. بصورة عامة المتغيرات بتاعت الدراسة اللي احنا هنطرق لها حسب بعد شوية تم تحديدها على بناء تجارب عملية للأسف زي ما قلت ان احنا كنا مغيبين في الفترة الفاتحة، لكن يعني مثلا حنتكلم عن حاجة اسمها الأبعاد أو العوامل الثقافية، للأسف ان احنا في الفترة اللي كنا مقاطعين فيها أكاديميا واقتصاديا وبحثيا وتكنولوجيا وأي حاجة في المنهجية اللي أنا اتبنيتها في انه أقوم بالدراسة دي تم في الفترة دي ولسه هي ستيل غايمة، وطلعت منها دراسات تانية يعني اشتغلت منها دراسات تانية في صياغات كثيرة ما على مستوى المجتمعات بس، حتى على مستوى البزنس انه يعني يعني انه زول تقوم داير مثلا انت سوداني داير تمشي تعمل بزنس في اثيوبيا مثلا، ما لم يكون عندك معرفة بالثقافة بتاعت الاثيوبيين غيمهم والممارسات وسلوكياتهم اللي بتنعكس ما حتقدر تعمل بزنس، يعني دي واحدة مثلا من على سبيل المثال. ف
الابعاد الصيغ. بالنسبه للابعاد الصيغ الثقافيه اعتمدنا مشروع اسمه قلوب، او مختصر هو اختصار لجلوبال ليدرشيب ان اورجانيزيشنال بيهافير افكتيفنس. المشروع ده بدا في هو اولا حاجه تبنى دراسات قباله قائمه من الخمسينيات، يعني الدراسات بدات تظهر انه يحدد العوامل الثقافيه. فاول عوامل ظهرت على اساس انها اربع عوامل، جات دراسه ثانيه بعدها عملتها ست عوامل، بعدها جات الدراسه بتاعت المشروع بتاع قلوب ده طلعت تسع عوامل ثقافيه ممكن تكون موجوده وممكن قياسها في اي مجتمع بغض النظر عن المجتمع ده يكون شو. وللاسف في دول كثيره حولنا اتعملت فيها، مصر يعني المشروع ده اتنفذ في مصر، اتنفذ في كينيا، في اوغندا، نتيجة لان احنا انه كنا الوقت ذاك مغيبين ما يتنفس عندنا، يعني كان ممكن يتنفس عندنا، يجوا الناس اللي قاموا بالدراسه الاساسيه دي ينفذوها عندنا في السودان هنا بصوره عامه. وبرضه الدول العربيه يعني دول الخليج دي معظمها ما عدا تقريبا اليمن، حتى العراق، حتى ايران، الدراسه بتاعت تحديد الابعاد او العوامل الثقافيه بالطريقه اللي حنتطرق لها تمت فيها. نفس الكلام ده بينطبق على عملية صنع القرار الاستراتيجي، برضو اعتمدنا دراسات هي قامت بها مجموعة من الباحثين في جامعة برادفورد، وبرضو بدوا من الثمانينات وتوصلوا لخمسة مكونات أو خمسة عوامل، ما بالمفهوم القديم بتاع إنه عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي عمليات خطوات مسلسلة، لا، قالوا دي عوامل عملية اتخاذ القرار بما فيها القرار الاستراتيجي، وشالوا المفهوم القديم بتاع إنه عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي بيتم بصورة متسلسلة. حنجي نشوف كيف إجرائيا عشان نحدد إنه مثلا نحن في بعد من الأبعاد إذا كانت ثقافية أو استراتيجية أو عملية صنع القرار الاستراتيجي. إجرائيا قمنا بتحديد مقياس بتكون من سبعة نقاط. إذا حسب القياس التم، إذا مثلا جاتني القيمة في لبعد أو لعامل من عوامل الثقافة واحد، بعتبر إنه أن إحنا مثلا مجتمعنا ده عنده يعني العامل ده موجود أو سائد في المجتمع بتاعنا بصورة بدرجة كبيرة أو بدرجة عالية. إذا كان السبع حيكون منخفض، يعني سائد في مجتمعنا ده بصورة منخفضة. نفس الكلام بينطبق على عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي. طبعا الدراسة كانت تمت في سياق المجتمع وفي سياق المؤسسات بتاعت الأعمال بصورة عامة، لكن طبعا هنستبعد مؤسسات الأعمال من التطرق، أو ما هنتطرق لها، هنتطرق على أساس إنه قياس الأبعاد دي أو العوامل الثقافية في المجتمع. أولا التعريف بتاع الثقافة بتاعت المجتمع، يعني شنو ثقافة مجتمعية؟ يعني نحن المجتمع السوداني، يعني شنو لما نقول ثقافتنا؟ برضو عندنا مفهوم مغلوط لعملية السياسة الثقافة، إنه دائما بيعينوا لها أو بينظروا لها بأنها الحاجات المادية. يعني مثلا إنه الناس دي غنى، موسيقى، أكل، شراب، يعني الحاجات، لا، دي ما ثقافة. يس هي واحدة من المكونات، ولكن دي ما ثقافة. نحن مثلا ليه أغنانا بالطريقة دي؟ أوكي، إذا أنا قلت ثقافتي إنه أنا أغني أو أكل بطريقة معينة أو أكل نوع معين من الأكل. الثقافة بصورة عامة هي الطريقة اللي بيعيشوا بها الناس إذا قبل عرفناها.
فكتعريف منهجي زي ما بقوله لعملية الثقافة، وما من وجهة نظر أنا ما بقول إنه مثلاً ده تخصص ناس الاجتماع تحديدهم، يعني تخصص زول قاري اجتماع، لا، عندنا مثلاً من ناحية إدارية أنا قصد بالثقافة شنو؟ ثقافة المجتمع، ما الثقافة بتاعت المؤسسة مثلاً أو كيان معين، الثقافة بصورة عامة المجتمع اللي أنا موجود فيه، سواء كنت فرد سواء كنت كيان مثلا مؤسسة حكومية أو مؤسسة بتاعت عمل خاص. بصورة عامة أنا لما أقول ثقافة مجتمعية شنو؟ الثقافة المجتمعية هي القيم والمعتقدات والافتراضات والممارسات أو السلوكيات ذات الصلة بالقيم والمعتقدات دي ضمن مجموعة من الأفراد وموجودين الناس دي في زمان ومكان واحد. موضوع الزمان دي مهمة، يعني مثلا دائما حسنا احنا بنتكلم عن الثقافة السودانية والثقافة السودان، حتى الثقافة المادية الإرث بتاعنا بيتكلموا، يعني الناس بتيجي تتكلم عن الثقافة، وحتى الكلام ده كان مثلا على وزارة الثقافة زي ما بقولوا، يعني عنه مثلا الاختلاف وين الكبير هنا؟ لا، ما الزمان، يعني حسب الناس بيتكلم عن انه احنا ارض الحضارات وثقافتنا وارثنا وكلام بالشكل ده، ما الثقافة بتاعتنا. الثقافة بتاعتنا انه الارث ده رايتنا، ونحن بنتصرف على القيم الخطاه فينا شنو، وعلى اساسها نحن والمعتقدات على اساسها نحن بنتصرف او بنسلك سلوكنا في الحياة اليومية. ده المفهوم بتاع الثقافة، يعني ما مثلا يجي يقول لك ان احنا تاريخنا وحضارتنا وثقافتنا الزمان والثقافة في الماضي والكلام بالشكل ده مكون من المكونات بتاعتنا. لكن لما انا اتكلم عن الثقافة انه ان احنا رايد ناو كافراد كمجتمع، القيم اللي بنحملها المعتقدات اللي بنحملها في ذهننا وعلى اساسها بنسلك سلوكيات معينة. اوكي كويس. بعد احنا نخش في قياس العوامل، يعني او حنشوف ان احنا وصلنا لشنو في قياسنا او في دراستنا للعوامل الثقافية. اوكي. عندنا عامل اسمه او بعد اسمه عامل تجنب عدم اليقين. اوكي. يعني احنا قلنا قيم وعادات ومعتقدات بتنعكس في سلوكياتنا. اوكي. كسلوك وقباله كقيمة. انه نحن يعني مثلا في تصرفاتنا انا بكون مواجه بمشكلة، وغالبا المشكلة دي ممكن تكون السياق اللي نحن بنتكلم عنه السياق الاستراتيجي اللي هو انه حاجة في المستقبل مثلا او في الامد الطويل. كويس. نحن كمجتمع كافراد مع بعض كده رؤيتنا، لانه الحاجة ما بنكون متأكدين منها، يعني انه انا مثلا بصدد حاجه عاوز اتخذ فوقها قرار لكنها هي في المستقبل، يلا عشان اتلافى المشكله دي ان احنا كالغيمه بتاعتنا وبالتالي السلوك اللي بنستتبعه شنو اللي هو بصوره عامه انه الى اي مدى ان احنا في كاعضاء في مجموعه بننشط مثلا يعني الاتساق والنظام والاستقامه على مبدا معين في حالة انه مواجهانا او الحفاظ على بنية الجماعة، يعني المواضيع الحسب يتناولوها الناس في التفاوض في مرحلة بتاعت السلطة الانتقالية، هل مستصحبين يعني القيمة اللي نحن بنحملها وكذلك الممارسات اللي بنعملها. بيعكس شنو؟ فهل نحن مثلا لما نكون مواجهين بمشكلة ما فوق يعني متيقنين انه الوضع حيكون شكله كيف في المستقبل، هل بنعتمد كمجتمع على الاتساق والاجراءات المجتمعيه للتخفيف من حته من الحده بتاعت عدم امكانيه التنبؤ بالاحداث في المستقبل؟ لما نقيسنا البعد ده او العامل ده كقيمه وبعده حنشوفه كممارسه كان كيف، لقينا انه في مجتمعنا السوداني البعد ده او العامل ده سائد عندنا بدرجة متوسطة، يعني لا عالي ولا منخفض. كذلك لما نقسناه كممارسة كسلوك
مثلا ما القيمه دي حاجه اوكي انا ممكن اكون يعني بحمل لي قيمه بصوره ممكن تكون بمثاليه اوكي عشان الزمن ما حنتطرق للابعاد دي كلها عشان ناخذ الحاجه الاهم موضوع التاثير قالوا الزمن حنتطرق لموضوعين بعدين ثلاثه وبرضه عمل اتخاذ القرار الاستراتيجي وبعدك نشوف التاثيرات بالنسبه لعامل الزمن كممارسة لقينا انه عندنا مشكلة ممكن في الحتة بتاعت انه لما نكون مواجهين بحاجة غير يعني في المستقبل انه حنقيسها كيف او حنتخذ قرار بصدد كيف لقينا انه يعني في المقياس بتاعنا انه ادنى من المتوسط يعني القيمة عندنا موجودة بصورة اوكي لكن لما تتعكس لما نجي نسلك سلوك معين في بصدد الامر ده نحن في البعد ده قياسنا دي ما معنى حاجه سلبيه لكن ده نتيجه دي مكون من مكونات المجتمع بتاعنا اوكي وبرضو مثلا عندنا قبول ممارسه السلطه من الغير يعني دي مهمه هنا في الحته دي يعني نحن في مجتمع السوداني الى اي مدى بيكون مثلا جماعة ما بتحافظ على عدم التساوي يعني بنقبل انه يكون في عدم تساوي في بين الافراد بتاعنا المجتمع فيما يتعلق باستحواذ على القوة والسلطة وبالتالي النفوذ المرتبط بالقوة والسلطة يعني عندنا في المجتمع السوداني وعارفين الطريقة اللي تركب بها المجتمع السوداني انه بنقبل يا تمدى نحن بنقبل انه السلطة تكون عندنا عند زول تاني غير يعني مثلا على مستوى الأسرة دائما معروف السلطة بتكون عند الأب والأم وبالتالي برضو النفوذ المرتبط بالقصة دي على مستوى المؤسسة اللي بنعمل فوقها برضو السلطة بتكون عند مدراء الإدارات مثلا والمدير العام ليعتمد أن احنا كأفراد في المجتمع ده بنقبل انه يكون السلطة عند الناس ده وبالتالي انهم يستفيدوا من النفوذ اللي بتمنح لهم السلطة دي لما غيصناها كقيمة ثقافية لقينا انه نحن في القيمة يعني كقيمة ثقافية عندنا يعني درجة عالية من القبول بانه السلطة تكون عند الغير وكذلك يستفيدوا مش يستفيدوا انهم يعني في النهاية ما فيه هي سلطة وفي نفوذ مقابلة لكن ما سي السلطة دي ممنوحة على أساس إنك تقوم بإجراءات معينة على أساسه لقينا إنه كقيمة عالية لكن مثلا لما جينا غصناها كممارسة كسلوك كانت في الوسط يعني إحنا كقيمة يعني إنه كقيم ومعتقدات أوكي ما عندنا مشكلة إنه الأم والأبو مثلا المدير ورئيس الإدارة مثلا الغايد بتاع الفريق في اي مجال اي نشاط مثلا يكون عنده سلطه وبالتالي يستفيد من انه يعني يستخدم النفوذ اللي بتمنحه له السلطه دي كقيمه اوكي ما عندنا مشكله لكن كممارسه في لقينا يعني درجه متوسطه ونفس الكلام ده بيمشي على العوامل الثانيه يعني بصورة عامة انه الان احنا الابعاد الثقافية كقيمة مرات بنلقاها عالية اوكي لكن كممارسة ممكن يكون في اختلاف ما عدا بعض العوامل للأسف الزمن ما حيسمح ناخد بالنسبة لعملية اتخاذ القرار استراتيجي يعني مثلا قبل قلنا انه التسلسل ما شبهه عمل اتخاذ القرار الاستراتيجي ده ما موضوع اكاديميا وعمليا وجد انه غير عملي فالناس بقت تاخذ عوامل من غير تسلسل يعني ما بالضروره العوامل اللي بنقولها دي تتم اثناء عمل صنع القرار الاستراتيجي بصوره متسلسله العامل الاول هو عامل الاستقصاء او الاستقراء يعني قبل ما انا اقوم احدد يعني قبل قال لك انه احدد المشكله تحديد المشكله بتيم كيف انه مثلا زول هو صانع القرار خلاص انه دي مشكله وحددناها بغض النظر عن تم تحديده كيف اوكي فده بيشمل محاور متنوعه يعني مثلا هل يعني كتعريفه انه ذاته هو العامل شنو الى اي مدى بينشط
أو يتوخص يعني على قرار الدقة في موضوع القرار. يعني بما مثلا عندك فيه 4 محاور اللي هو محور الخبرة ومعرفة المشاركين في عملية صنع القرار، وما يعني خبرتهم بس، حتى هل هم ناس محنكين، هل عندهم المهارة في انهم يستخصوا ويعرفوا المشكلة وين ولا لا. بالنسبة في محور تاني برضو أهمية القرار بالنسبة للناس المصانعينه، لأنه عندهم يعني إذا كان مهم بالنسبة له بالتالي عندهم مصلحة فيه. أوكي، يعني ما ممكن أجيب لي زول ما عنده الموضوع بالنسبة له ما مهم وأقول له اتخذ قرار. كذلك أهمية الموضوع ده بالنسبة للناس اللي بتتأثر بالقرار، يعني استقصاء لازم يتم لكل المكونات دي. لقينا إنه في عملية استقصاء كغيمة أو العامل ده كغيمة أعلى من المتوسط درجتنا فيه، لكن كممارسة منخفضة، يعني ما منخفضة كمان لآخر يعني ما 7 درجات كانت 5، لكن كغيمة ثقافية. أما كممارسة أو كسلوك كانت منخفضة. ونخلي بالنا من الحتة دي إنه نحن في عملية، يعني دائما القرار يعني بصورة عامة، يعني دي يعني كأفراد في المجتمع ما بنقول حاجة سيئة، لكن في النهاية إنه ما بنول القرار أو المشكلة اللي بصدد إنه نحن نتخذ فوق قرار تدقيق وبحث، يعني عشان نحدد المشكلة ونشوف كل الأبعاد بتاعتها حتى من بعد ذاك نتخذ القرار. بعد ذلك تاني في مثلا المدى الزمني اللي بيتم فيه صنع القرار، اللي هو بيشمل محورين، انه الفترة اللي بيتم تبلور المشروع بتاع القرار اللي هو الفاصل الزمني بين اول ذكر للموضوع انه عندنا مشكلة مثلا، والبداية الفعلية اللي بيتم فوقها اتخاذ قرار، يعني نحدد مثلا يعني عندي مشكلة أنا ما كنت واعي بها، أو في مشكلة حاصلة لكن الزول ما واعي بها. هنا دي المدى الزمن اللي بيتم فيه، يعني فور اكزامبل يعني احنا المشكلة كمجتمع يعني في مشاكل كثيرة كنا مواجهين وواعيين بها من فترة التسعينات، لكن نتيجة لظروف معينة كنا مواجهين اللي هي دي أصلا عندها تبعات في الثقافة بتاعتنا، أخذت فترة حتى بعدك وعينا بأنه مشكلة مثلا لازم السلطة تكون مدنية زي ما بقول. الكلام ده ما حصل يعني ما حصل من بدري، يعني حسن الناس دي كانت كان في ناس بتفضل يعني أنه يكون الحكم عسكري مثلا. أوكي، لكن حاليا الناس وعت نتيجة ل الزمن، لكن أنا أوكي ما أعرف الخيار متروك لكم. تكلم يا أوكي كمل أوكي كويس. معلش ما حنضطر يعني حنضطر هو تناولنا ده، لكن في التأثيرات موضوع التأثير بتاع الأبعاد الثقافية على النتيجة لعامل الزمن، وإنه في تاني ناس عندهم مواضيع دارين يقدموها حنقيف على كده. الحتة البعد او عامل مهم هنا انا حتناوله وعلى اساسه حختم به، عامل مركزيه ولا مركزيه صنع القرار استراتيجي كويس. الحته دي مهمه، ان احنا مثلا زي ما بقولوا ان احنا كمجتمع سوداني ما عندنا مشكله ككل، لكن عندنا اختلافات او زي ما بقولوا تنوع كويس. فبصوره عامه انا شايفه انه عمليه اتخاذ القرار في بصورة مركزية ما عندها جدوى، يعني حتى لو العوامل الفاتت دي كلها نحن استخدمناها بطلعت بصورة البيرفيك والحاجة المثالية اللي نحن دايرينها، العملية السلطة أو السلطة لاتخاذ القرار إذا تمت بصورة مركزية في السودان وعن تجربة التجارب الفاتت دي كلها ما حتكون عندها جدوى، أو بالعكس قد تقود إلى مشاكل. للأسف الزمن ما حيكفينا. كمل الحتة النقطة دي مهمة. أوكي.
كويس كويس. حنتطرق برضو عشان ما نضيع حق الناس التانيين وزمنهم، حنتطرق لبعض القياسات بتاعت الاثار بتاعت الابعاد الثقافيه في عمل صنع القرار الاستراتيجي. وبحب زي شنو النقطة دي المركزية ولا مركزية تتكلم عنها؟ يعني جايك فوق مثلا تأثير الثقافة بتاعتنا على مركزية وعلى مركزية، دي واحدة من الحاجات اللي حتناولها. كويس. لمن مثلا حشوف يعني نحن لما قسنا لقينا انه ما كل الابعاد الثقافية دي عندها تأثير، الجزء اللي ذكرناهم عندها تأثير على عمل اتخاذ القرار الاستراتيجي في السياق بتاع السودان، في قرار يعني في أبعاد معينة أو عوامل معينة عندها تأثير، فحنتطرق لأهمها وأكثرها تأثير. عندنا مثلا عامل الجماعية، عندنا نوعين من عوامل اللي هو يعني الكولكتيفيزم، يعني احنا كمجتمع في جماعة، يعني الجماعية دي مقصود بها حاجتين، واحد انه ليعتمد انا كفرد بكون عندي ولاء وبحافظ في سلوكي وفي قراراتي اللي بتخذها على تماسك المجموعة الصغيرة. فور اكزامبل على سبيل المثال الأسرة مثلا، مجموعة الأصدقاء أو الناس اللي بيعملوا معي في مجال معين، ده تاني. في بعد أو عامل تاني اللي هو الاهتمام بأعضاء المجموعة الآخرين في سياق المجتمع ككل، ليعتمد انا مثلا يعني المجتمع بتاعنا بيشجع الفرد على انه الزول يكون عنده اهتمام بالاخرين من اعضاء المجتمع بصوره عامه. فلقينا انه مثلا حسب المخرجات بتاعت الدراسه البعد بتاع تماسك الجماعه والولاء له تاثير سلبي على عمليه الاستقصاء اللي بي ذكرناه في عمل اتخاذ القرار الاستراتيجي، اللي هو انه معنا نظر في موضوع القرار. والحته دي شفنا كممارسه كانت القصه ضعيفه منخفضه الدرجه اللي اخذناها فيها، ليه؟ انه مثلا حيكون في الولاء بتاع الجماعه، يعني المجموعه اللي انت بتنتمي بها كصانع للقرار عندها تاثير في القرارات اللي بتتخذها. فقبل لما قلنا انه اللي اعتمده ممكن يعني يكون انا اقوم استقصي او اعمل استصغاء لمشكله القرار واشوف الناس اللي بيتاثروا به والناس اللي عندهم خبره في المجال كمعرفه وكحنكه ودرايه بالموضوع هم اللي اتخذوا القرار. لكن اذا انا انفردت وعندي العامل بتاعي هو ظاهر عندنا والممارسات بتاعت الفتره السابقه ظاهر عندنا انه في تاثير سلبي على عملية صنع القرار الاستراتيجي نتيجة لأنه عندنا يعني التزام أو درجة عالية بتماسك الجماعة والولاء لها الجماعة الصغيرة. يعني في النهاية زول لما يجي يفكر في أنه لو القرار ده عنده تبعات ما كويسة على الناس حيشوف في الإطار الضيق الناس اللي بينتمي لهم بس، الناس القريبين منه أو المجموعة القريبة منه، وعلى ما حيكون خدت بال للناس البعيدين منه او المجتمع ككل. اوكي، يعني مثلا قبل الاختلاف في الثقافه الاستراتيجيه اللي قلناها انه ناس الاقتصاد بيعانوا من وجهه نظر اقتصاديه، ناس الصحه بيعانوا من وجهه نظر صحيه. هم لما يتخذوا قرار يعني واحد منهم ينفرد بسلطه اتخاذ القرار حيقوم يشوف مصالح الجماعه اللي بينتمي لها فقط وحينسى التأثيرات السلبية على الجماعات الأخرى. بالنسبة للعامل بتاع الجماعية اللي هو المجموعة الكبيرة اللي يعتمد إنه أنا يعني المجموعة أو المجتمع بتاعنا بشجع أفراده على إنهم يكون عندهم اهتمام برضو عنده تأثير سلبي على عملية الاستقصاء بالإضافة إلى عامل المركزية صنع القرار الاستراتيجي اللي قبل قلته. أوكي، يعني كل ما كان أنا مثلاً يعني نحن المقياس بتاعنا طلع كان متوسط في البعد ده وعنده تاثير سلبي انه يعني هو نفس الفكره اللي قلتها انه مثلا الولاء للمجموعه الصغيره يعني المجموعه المهنيه مثلا او الاسره وللاسف مرات القبيله او الجهه الجغرافيه. اوكي، كان عنده تاثيرات سلبيه على عمليه القرار الاستراتيجي.
كويس. ثاني مثلا عندنا واحد من الابعاد المهمه في عندها تاثير في عمليه اتخاذ القرار الاستراتيجي التوجه نحو التوجه نحو الاداء. ولقينا انه يعني دائما نحن مثلا التوجه نحو الاداء في المستقبل اللي هو نحن بصدد القرار الاستراتيجي يعني حاجه في المستقبل. فيلا العامل ده عندنا في ثقافتنا عنده تاثير موجب على التفاعل اللي هو مثلا واحد من العوامل بتاعت عمل اتخاذ القرار الاستراتيجي انه التفاعل في اثناء صنع القرار هل هو بيتم بصوره رسميه ولا بصوره غير رسميه. الحاجه المثاليه هنا نحن ما حنكون طبعا نقول رسميه بحته او غير رسميه بحته، لازم يكون في خلط او خليط من يعني دي الحاجه المثاليه انه يكون يعني في تفاعل بصوره رسميه وتفاعل بصوره غير رسميه في اثناء عمليه صنع القرار. فلقينا انه التوجه نحو الاداء يعني زي ما بيقولوا الناس دي كانت عمليه الفتره بتاعت الثلاثه او الشهر اللي فات في عمليه التفاوض دي، اذا كان الناس دي كانت عمليه ما دار انا اخش في زي ما بيقولوا امور سياسيه، لكن يعني ده الواقع يعني ده الحال. اذا كان الناس دي فعلا عمليه وهي دايره تمشي لقدام في المستقبل ما كانت يعني حصل التفاوض وانه المفترض نفاوض منه او التفاوض يتم بصوره رسميه او غير رسميه وكامش. لازم يستصحبوا البعدين ديل انه في بعض التفاعلات او المشاورات للناس بصوره رسميه وفي اللي هو يعني مثلا فور اكزامبل يعني بيصعب علينا نحن هنا الناس في الاعتصام والمكونات المختلفه للاعتصام مشاورات او مشاركه في عمليه صنع القرار فيما يتعلق بالفتره الانتقاليه لازم يتم يعني لازم الطرفين اللي بتفاوضوا او الاطراف اللي بتتفاوض تجي للناس دي تفاوضها او تتفاعل معاها وتشوف رؤيتها بصوره غير رسميه لانه يصعب. بالإضافة للكيانات الرسمية اللي هم اوريدي معروفة لديه، لكن حتة انه يحاولوا يعني دخلنا في المشاكل اللي بنعاني فوق منها من زمن الاستغلال وما قبل الاستغلال، فلازم النقطة دي تكون واعية يعني موضوع انه نصبها دي لابد منها. لازم صوتنا او صوت المكونات المختلفة الموجودة في ساحة الاعتصام الناس أثناء ما يتفاوضوا في المرحلة الانتقالية تستصحب رؤيته فيها. في حاجة تانية ومهمة موضوع المساواة في النوع الكنداكات. أوكي يعني أولا المقياس ده نحن في كقيمة ثقافية لقيناه عالي وكممارسة. أوكي كممارسة برانش شايفين أثناء الفترة اللي فاتت يعني الإناث ودور اللي لعبوا به والقاموا لعبوه والقاموا به في وصولنا للفترة اللي نحن فوقه وإن شاء الله. فموضوع إنه يعني مثلا نحن كمجتمع عندنا قيمة مساواة كقيمة وكممارسة لقيناها فعليا يعني أنا واحدة إنه مثلا حتى الناس اللي بتقول لسه عامل يسأل يمكن مشكلة بس هي قد يكون واحد لو كان زول بتاع منهجية حيقول لي النقطة دي يعني نتيجة لظروف معينة أنا الدراسة دي قمت بها في المناطق الحضرية أي في اختلافات يعني مثلا في تمييز للمرأة في المناطق الريفية مثلا ما في المدن، لكن من يعني الدراسة اللي أنا قمت بها في إطار لظروف ما زمن وبرضو الجوانب المالية انه اقوم امشي في مدن مختلفة من السودان، فقمنا بها وزن ولاية الخرطوم وهي منطقة حضرية حتى انه في مساواة كبيرة، وحتى لو انقارناها بالدول الثانية تمت فوق الدراسات دي من قبل يعني المشروع القناو المشروع العالمي لقينا انه نحن يعني في المقياس بتاع المساواة بين الذكور والإناث نحن كممارسة ولا كقيمة عندنا درجة عالية من المساواة وفايتين الدول يعني بالنعم مثلا قطر السعودية نحن فايتين
في افريقيا تونس وشايفين او سامعين بالحاصل في تونس. نحن موضوع المساواة بين النوعين او بين الذكور والاناث، نحن عندنا درجة عالية من في المقياس ده او في البعد ده، سواء كانت كغيمة او كممارسة. للأسف يعني الموضوع زي ما بقولوا يعني داير كلام أكتر ومفترض الناس، لكنه ظروف حكمان. عشان نختم نفتح المجال لتعليق أو سؤال أو لا. أهم حاجة أنا ما دار أقول إنه القصة دي ما حتى أنا كان غرضي منها أثير التساؤلات عند الناس أكتر من إنه أنا المقياس والحاجات اللي وصلناها ونحن عاليين هنا ومتوسط هنا ومخفضين هنا. أنا داير المواضيع اللي أثرنا دي إن شاء الله تكون يعني أدت فكرة عن أهمية الموضوع وأهمية الموضوع ده بالنسبة لنا في الفترة الجاية، وبرضو حستفيد من التعليقات اللي الناس حتقولها والنقاشات حتتم إن شاء الله. عرف نفسك. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عصام فضل آدم، معلم رياضيات محلية كرني المرحلة الثانوية. أولا الشكر لله، ثم الشكر لشعب السودان ولأبنائنا الأبطال الذين يعني نقلونا لدنيا تانية. يعني عشنا 50 سنة، الليلة نحن في حياة جديدة تماما، تختلف تماما. وشكرا وموجه للأخ الدكتور على هذا التقديم الطيب والتثقيف المطلوب في اتخاذ القرار، ونحن جينا في نص الليل لكن استفدنا كثير بإذن الله تبارك وتعالى. نحن الثورة دي يعني الناس الإدارة دي فرصة، دي دراسة حتكون تطبيقية وعملية لثورة السودان. يعني الثورة دي لقدتنا نحن درس، حولتنا من جنس لجنس آخر بالمناسبة. يعني دي دراسة أنا أتمنى إن ناس الإدارة يهتموا بها خالص. أول شيء حدد المشكلة شنو، وحدد الشعار ذاته بدقة، والعدو الشغل زي نبتي في السير لا، الشغل كان علن. المشكلة النظام، الحل شنو؟ تسقط بس. نحن عندنا قوتنا عشان نعمل إعلام الجماهير، وعشان نعمل إعلام بيضربنا الدارين نغيره. لكن بعد ده في ثقافة المجتمع الحمد لله رب العالمين حصل التفوق وحصل النصر بإذن الله تبارك وتعالى. نحن نعيش هذه السعادة وهذه الحياة، يعني دي بعد فضل الله سبحانه وتعالى. ونحن في السودان عندنا مكونات يعني بشرية ما شاء الله طيبة جدا جدا. إن كانت المشكلة حددوها في الأفراد أو في النظام في الفترة الفاتت، أيوة كان في الأفراد. فالآن إحنا ما شاء الله عندنا يعني في كل المجالات عندنا قوة ضاربة وعندنا شباب إن شاء الله أمين. فنحن مستبشرين خير كثير بإذن الله تبارك وتعالى. دار أعلق أيوة في مسألة النوع. يعني القياس بالنسبة للنوع هنا في السودان مساواة بين الجنسين، الكلام ده خطر جدا بالمناسبة. خطورة وين؟ خطورة الكلام هي أي التكاليف بتكون على حسب شنو؟ على حسب الطاقة. ربنا سبحانه وتعالى من الطبيعي ما ساوى بين المرأة والرجل، خليت بالك. يعني لو أخذنا بس المسألة بتاعة ولادة المرأة الطبيعية، شوف المرأة بتلت تحمل قبل الولادة، ثم تلت، ثم بعد ذلك ترضع، ثم ذلك تعين في البيت الأطفال والتربية. هسه في راجل بقدر بيقوم بالكلام ده؟ يعني احنا لو عملنا حتى رحم صناعي ذات ما بنقدر نقول قبل هيك منها. بالتالي القوة ما ممكن انت نجنح لأي سبب من أسباب انه نقول نساوي بين المرأة والرجل في كل شيء. دي حتى مهمة جدا جدا، لأنه طاقة الرجل، الرجل الكمال البشري باعتباره، والمرأة في نقصان. ممكن يكون مساواة في حاجات معينة زي ما ساوت الشريعة وغير، لكن في كل شيء زي ما العالم بره سأل الحتة دي، ده حيكون فساد وحيكون في خلل في التكوين المجتمعي للإنسان، لأن المرأة حتخلي دورها حتدخل في أدوار تانية. فنحن عندنا النظام يعني بنعتبره مهم جدا، والطاقة بتاعت المرأة توظف بتكون بدور كبير كبير. نحن الرجال مجتمع ما بنقدر نقول دور المرأة. فبالتالي السعي للمساواة بالفهم الغربي
أو بالفهم الذي لا يعتمد على عقيدة صحيحة، ده بدخلنا نحن في مآزق وبدخلنا في مشاكل زي ما رأينا المجتمعات اللي خرجت المرأة التمثلت بالرجال. فنحن يعني إن شاء الله نأمل إنه أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا يعني إن شاء الله يكونوا على القدر، يرضوا بالقدر الذي قسمه الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا فضل الرجال على النساء ودي على الطاقات الموجودة، نساوين في بعض الأشياء لكن ليس في كل شيء. بحث النزاع ايوه بحث، بس سؤالي يعني حتى دي طيب تعليق، انا معلق في مساله المساواه يعني. خلاص معليش، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. مشكور. بس اول حاجه معليش، انا ممكن الزمن سرقني او ما اسعفني انه اتذكر، يعني احنا بنتكلم عن الابعاد الثقافيه دي في سياق معين. اوكي، موضوع يعني انا انتبهت للحتة دي وفي البحث اتطرقت لها. اوكي، عندك في القرآن يعني اي واحد من الابعاد الثقافية دي عنده يعني ممكن لو الزمن اسعفنا يعني، او ممكن لقدام لو ربنا لماك في الدراسة بصورة كاملة حتلقى انه اي واحد من الابعاد الثقافية واي واحد من عوامل اتخاذ القرار الاستراتيجي في آية من القرآن أنا ذكرتها. في موضوع المساواة أنا يعني الآية بتاعت إنه ومن يعمل منكم عملا من ذكر أو أنثى. بعد الكلام أنت ما عندي حاجة أضيفة لك يعني. لكن أي واحد من أنت السؤال له علاقة بالبرنامج بتاع البحث بتاعه؟ أيوة تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. خالد عمر محمد علي. بسألك بس في نقطة معينة في اتخاذ القرار السياسي اللي هو بعد يعني بتكون سالبة تجاه الشعب السوداني، يعني بجد يعني في اتخاذ قرارات كده أصل لنا سالبة بالنسبة لنا في مجتمعنا السوداني. معك في الحتة دي، لكن يعني نحن في الاستراتيجية بصورة عامة ونحن تناولنا بعد واحد من الأبعاد بتاعت مكونات البيئة، البيئة الإدارية، البيئة يعني لما نتكلم عن البيئة اللي هو فيها المجتمع. تكلمنا عن الثقافة، لكن في أبعاد تانية أو في عوامل تانية، بس الدراسة قمت في موضوع الثقافة. في العوامل السياسية ممكن ياريت يعني ياريت لو ربنا ادانا امكانية بالشكل اللي نقوم بدراسة اثر العوامل السياسية في عمل اتخاذ القرار الاستراتيجي في سياق السودان. عندك العوامل البيئية برضه، يعني ما عندنا مواد في، لو عندك خلفية عن الادارة الاستراتيجية في حاجة اسمها بيست في البوليتيكال الايكونوميكال الايكولوجيكال اللي هو يعني حتى احنا البيئية، الدراسة البيئية يعني يس عندنا مشاكل بيئية وبيئتنا في السودان يعني ككلايمت كجو كطقس بصورة معينة عندها تأثيرات على أوكي. يعني مثلا وبرضو كذلك العوامل الاقتصادية. فبس الدراسة تمت في السياق بتاع العوامل الثقافية، لكن يا ريت ودي واحدة من الحاجات اللي أنا وصلت بها وعسى ولعل يعني الأمور تبقى. بس السياق بتاعنا أنا يعني أول حاجة لعامل الزمن ولعامل يعني لازم كان يتمها يعني عشان بالإضافة لأنه أنا ما تخصصي يعني سياسي، يعني ريت لو واحد من الناس العلوم السياسية يقوم يعمل دراسة فيه يعني حيكون عندي، وأنا عانيت عشان أحدد العوامل الثقافية وأخذ نموذج محدد. أوكي، فدي بيتطلب زول أول حاجة عنده تخصص في العلوم السياسية عشان يكون قادر وملم بعملية العوامل السياسية ويقوم يشوف تأثيرها في عمل اتخاذ القرار الاستراتيجي. كذلك الناس الاقتصاد، كذلك ناس البيئة، كذلك ناس الاجتماع. يعني حسنا موضوع الثقافة ده ما تناولته من وجهة نظر بتاعت سوشيولوجي زي ما بقول ناس علم الاجتماع، كلامنا عن الثقافة وتعريفنا لها من وجهة نظر إدارية. أمسك المايك قرب عشان عرف نفسك
قبل ما اعرف نفسي بس كنت داير دي ملخص للحصل. لا كيف ما ساعتين وبيتكلم. انا بس لانه دار عمل مداخله يعني بس يعني دار يشوف يعني هو ملخص اللي قالوا على اساس انه اقدر اقول لي حاجه. انا ما عارف زمانكم كم من الساعه كم من الساعه كم بكره عندك شنو برضو ما عارف حق تورونا برضو البرنامج شنو فبس يعني ملخص لي. لا منك انت يعني طيب ممكن تعمل ملخص بس للدراسه ملخص الدراسه اللي هو اثر الثقافه في على عمليه صنع القرار الاستراتيجي. رساله الدكتوره هي رساله اكاديميه وتمت يعني في الفترة من 2012 لحد 2016 بدعمل يعني بصراحة إنه يعني كان عنصر الزمن وإنه تم الرسالة عنده دور كبير في إنه كان كحافز بالنسبة لي إنه أنا أتم في الفترة دي. هي بالضبط كده موضوع إنه إحنا عندنا فجوة معرفية في عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي اللي هو كان القرار بيتم بالمنتاليتي بتاعة القديمة انه يعني مثلا موضوع عملية القرار بالذات القرار الاستراتيجي انه حاجة متسلسلة يعني عندك خطوة واحد اثنين ثلاثة اربعة بيتم بصورة متسلسلة ده مفهوم خاطئ. ولو متابع يعني مثلا حتى بالناحية بتاعة معرفية سال من عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي بيجد أو اتخاذ القرار بصورة عامة بينظر لها من ناحية عوامل ما بالضرورة تتم بالتسلسل اللي كان مذكور إنه عندي مشكلة أحددها بشوف خيارات أو بدائل أشوف البديل الأمثل أو أفضل بديل وأنفذه. بقت إنه في عوامل اللي هو أول حاجة العوامل اللي ذكرناها إنه يعني زي خمس عوامل مركزية أو لا مركزية صنع القرار الاستراتيجي وجواه في محاور برضو الفترة الزمنية اللي بيتم فوقها لاتخاذ القرار الاستراتيجي اللي هو الديوريشن وكذلك للتفاعل اللي بيتم أثناء عملية صنع القرار وكذلك الاستقصاء للمشكلة بتاعت موضوع القرار لأتومد يتم وبرضو جواه في محاور. شكرا جزيلا.